السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. ده حمامة، ده دول كبيرة، دي البيضة التانية أهي، دي البيضة التانية كانت متأخرة أهو، أنا ساعدتها الشرط البيضة علشان نطلع الزبون أهو، طلع أهو مازال مبلول أهو. أنقذناه قبل الموت، قبل ما يموت أهو. ده فايدة المتابعة، لازم نتابع البيض بتاع الحمام ده، لأن البيضة دي المتباضة بيضة قبل البيضة التانية، دي البيضة اللي بتتباض بيضة سابقة البيضة التانية. نشوف حمام حاجة تانية، الزغاليل المفروض نشيلهم علشان يبيضوا تاني، دول هنشيلهم علشان يبيضوا تاني، نشيل دول، شوف كده، دول كمان هنشيلهم، دول كمان أو نقطفهم زي ما بيقولوا، نقطفهم. نشوف هنا، هنا الاتنين زعلول، ده أكبر من ده. عملية التبديل اللي عملناها في فيديو سابق أهو، عملية التبديل اللي شفتها في فيديو سابق، بس كانت حمام أكبر. نوريها لكم، شوفها، شوف الفيديو السابق، شوف في علامة الآي اللي فوق، ده واحد أكبر من واحد، هنشيل الصغير أو الكبير نبدله في مكان تاني. دي الحمامة اللي هكلم حضراتكم عليها، دي شيلنا ولادها، باضت تاني، دي حمامة باضت تاني أهو، الحمامة دي ولادها كبار، بسم الله ما شاء الله، باضت تاني شلناهم قطفناهم منها، ودي برضو اهو قطفنا ولادها باضت. دي الميزة اللي احنا بنشيل الزغاليل علشان الاهالي يبيضوا تاني. هنا واحدة واحدة برضو، دي أكبر من دي بس مازال يعني مأكلينهم كويسين مش وحشين. نشوف غيره، هنبدل برضو مع حمام تاني. الطريقة اللي قلنا لحضراتكم عليها التبديل ده، هنبدله الصغير اللي على الشمال والكبير على اليمين، اهو زي ما حضراتكم شايفين، هنبدلهم مع اللي شفناهم قبل كده. وهنا واحدة بيضة اهو، عشان الرعاية يا جماعة، رعاية الحمام الرعاية اللي بنعملها والأدوية الحمد لله جابت نتيجة،
اهو ما كانش فيه انتاج قبل ما ندي، لما كان فيه السالمونيلا ما كانش فيه، وعطينا السالمونيلا وعطينا الجروفيت، بعدها عطينا دواء السالمونيلا وعطينا الجروفيت وعطينا اللي هو فيتامين واملاح وعطينا السيلينيوم فترة، الحمد لله جاب نتيجة اهو زي ما حضرتك شايفين. شوف كمان ما شاء الله. ما شاء الله الحمام الزاكي، الحمام حنين هذا. حمامة تانية بيضة بيضة لسه بنتيجة الحمد لله العلاج الحمد لله. المتابعة يا جماعة، المتابعة، متابعة الحمام دايما، تشوف البيضة اللي في قسيت الأول والبيضة اللي متأخرة، نبدل التبديل اللي قلته لحضراتكم اللي هتشوفها حضرتك في علامة الآيل زي ما قلت لحضراتكم. من فضلك اشترك في القناة، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.